السلام عليكم. اليوم نروح للولايه تاع كالما لنقف على العمليه تاع التجديد والترميم نتاع فندق المرموره اللي يعتبر واحد من يعني سلسله الفنادق الرائعه التي تم انشاؤها في الثمانينات والسبعينيات القرن الماضي، واللي نشاهد الشكل المعماري الرائع اللي يستمد من التصور نتاع المهندس المعماري العبقري فيرنون بويون اللي صمم عدة فنادق في تلك الفترة نتاع الثمانينات القرن الماضي. إذن أنا الآن في عملية نتاع تجديد نتاع هذا الفندق وتحديثه وعصرانته الضخم في وسط مدينة كالما. إذن خليكم تابعوا الفيديو حول هذه العملية نتاع التجديد والترميم نتاع فندق مرموره بكالما. والسلام عليكم.